اهلا بحضراتكم من جديد. يسعدني ان انا ارحب بضيفتي في هذه الفقره اللي بتنورنا دايما، الكاتبه الصحفيه والنائبه الاستاذه فريده الشباشي. اهلا بحضرتك. اهلا بك. ملفات يمكن كتير وقضايا كتير هنفتحها كالمعتاد مع حضرتك. خليني انا يمكن ما عملناش مقدمه عشان احنا هنتكلم في اكتر من محور وهما مش متعلقين ببعض. طيب خليني ابدا مع حضرتك في الاول من مبادرات الاسكان الاجتماعي. يمكن عايزة قراءة من حضرتك في هذه المبادرات. نعم. وإزاي برضو بيكون ليها مردود على المواطن المصري وإزاي هتأثر في المواطن المصري بشكل عام. نعم. شوفي بقى، حكاية الإسكان دي من أروع يعني الخطوات اللي بنحققها دلوقتي بعد ثورة يونيو. ليه بقى؟ تخيلي أنت لو أنت زي دايما أقول أنا على العشوائيات بتاع بحر بطن البقرة دي، حتى الاسم يعني يخوف يعني، لكن احنا كنا شايفين ان في بيوت ساعات بلا سقف بتحط لها حته قماشه كده، وساعات ثلاثه اربعه في اوضه واحده، يعني كل دي حاجات بتحد من حريه الانسان، من احساسه بكرامته. يعني انا لما اكون مطمئنه وان انا نايمه مثلا لوحدي او انا وجوزي بس، او معقول غير ان ابقى انا وابن خالتي وابن عمتي، يعني مش معقول يعني، عارفه؟ فدي فيها نوع من الجرح الخصوصيه بتاعه الانسان. غير كده بقى ما فيش اي حاجه، لا في صرف صحي ولا في ميه ولا في كهرباء ولا في اي حاجه. يعني نقدر نقول ان كل ده نقدر نشمله في كلمه واحده وهي عداله اجتماعيه. احنا بنحقق طبعاً عداله اجتماعيه. طبعا طبعا، وهي دي من الاعمده بتاعه سياسه الرئيس السيسي، واحنا دايما بنتكلم انا وانت في انسانيته، وازاي هو مع العداله ومع الكرامه. الحياه الكريمه هي اللي هي اللي بتربط الانسان بالوطن. يعني هم اللي بيروحوا في الهجره الغير شرعيه، اللي بيهجوا من بلادهم، بيهجوا ليه؟ يعني غاويين مثلا، او بيروح يخاطر وانه يموت في البحر. ليه؟ لأنه بيكون وصل لآخر ما يمكن أن يتحمله إنسان. فالنهاردة السكن ده بيغير حياة الإنسان. يعني أنا يعني فكرة أنه دايما لما كنا مثلا وإحنا صغيرين يعني حصل لنا ظروف تعيسة كده في فترة من الفترات، وعشنا برضو أنا مع عيلتي يعني في شقة ضيقة جدا يعني. بعد كده أول ما خدنا ما قدرنا يعني نخلص كل البلاوي ونروح في شقة كبيرة، مش قادرة أقولك كنت قد إيه فرحانة. فرحانة لأني هنام لوحدي، ولأني هبقى يعني عندي حرية في حاجات كده يعني. عارفة إزاي؟ وأقدر بقى كأني يعني بشم الهوا بقى. يعني عارفة يعني، فالسكن الكريم ده جزء يعني أساسي في حياة الإنسان وارتباطه بوطنه وحبه لبلده. لانه تخيلي انت لو واحد مثلا يقوم الصبح مش لاقي ميه، الصرف الصحي مثلا بيطفح وعامل لهم بلاوي وروائح كريهه ويعني وضع لا يحتمل يعني. كهرباء ما فيش، يعني لمبه كده اي كلام يعني. في حاجات النهارده كل الناس اللي عانت معاناه يعني فوق طاقه البشر في الفترة اللي فاتت اللي هو أدى للثورة. احنا ما عملناش ثورة عشان يعني كنا عايشين في سويسرا ومبسوطين قوي وتنمرضنا، زي بالظبط ثورة يوليو. يقولك ثورة يوليو، ده اللي شاف ثورة يوليو، اللي شاف حال المصريين قبلها يقول دي ثورة يوليو، دي هدية من ربنا. ثورة يونيو برضو هدية تاني من ربنا، لأنه الإنسان عشان يعني أدي واجبه وعشان يربي ولاده كويس وعشان هو يخدم بلده كويس، لازم هو يبقى عايش حياة كريمة. الكرامة دي مهمة جدا. فانت عندك النهاردة 60 مليون مصري، يعني شوية أكتر من نص الشعب المصري عايش في ظروف متردية بشعة. يمكن ده الرقم اللي بتستهدفه المبادرة الرئاسية المتعلقة بحياة كريمة. نعم، اللي هي ايه بقى؟ الإسكان؟ لا، المبادرة أنا بتكلم على المظلة الأكبر طبعاً المتعلقة بحياة كريمة. كله هو، لأن هو شايف أن الكرامة شرط. شرط الانتماء وشرط الحياة السليمة. يعني أنت عندك النهاردة لما فيه
يعني قريت في مكان ما ان يعني في 100,000 شقه جاهزه دلوقتي للي ما عندهمش متوسط الدخل ومحدود الدخل انهم يقدروا يشتروا على طول بفوائد 3%. شوف انت الاول كان الاستغلال ازاي يعني المهانه بتاعه الانسان اللي مش قادر حتى يشتري شقه لان هيجيب منين وفوائد وتركيبات وكده. يعني في نظرة إنسانية وشديدة الإنسانية وعميقة الإنسانية للمصريين اللي هم في حالة يعني مادية يعني مش قوي يعني. طيب هذه النظرة الشديدة الأهمية يا أستاذة فريدة، حضرتك اتكلمتي عن جزء، يعني يمكن أنا هقف عند التعبير اللي حضرتك اخترتيه إن الإسكان ده جزء من منظومة أكبر. طب لو إحنا بنتكلم على مراحل تطبيق المبدأ اللي حضرتك قلتي إن هو بيترسخ في يمكن مبادئ السيد الرئيس وهو تحقيق عدالة اجتماعية للمصريين، نعم. لو الإسكان جزء، من وجهة نظر حضرتك ما هي الأجزاء الأخرى لتكتمل المنظومة بشكل عام؟ الأجزاء الأخرى هي أولاً وقبل أي حاجة طبعاً بعد السكن والتعليم. التعليم ده حاجة يعني عنصر أساسي مصر فقدته في الفترة الأخيرة. يعني بقى في ناس يقول لك هتعلم ليه؟ يعني هعمل إيه؟ يعني هطلع أخد لي مش عارف كام؟ لا ده أنا كده بكسب. ده مرة واحد متسول اعترف كده في فيديو ان هو بيكسب في الشهر 150,000 جنيه. يعني مش معقول، يعني حاجة يعني الواحد بيفضل يضحك ويذاكر ويسهر وعينيه بتاع ده وبعدين في الآخر ما ياخدش واحد على يعني عشر المبلغ ده. المهم دي حاجة، التعليم، التعليم مهم جدا. ليه؟ لأن التعليم كمان بيبصرك بحاجات كتير وبيفتح لك آفاق كتير، والمصريين عندهم مواهب على فكرة كتيرة. أنا مش بقول كلام نظري، أنا بقول اللي عايز يتأكد من الكلام يبص على الأهرام. تمام ولا لأ؟ يبص على المومياوات اللي طلعت، يعني بعد كذا ألف سنة الألوان زي ما هي وألوان بديعة. عندك التعليم، عندك الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل. ده أنا في تقديري إن ده حلم مش بس المصري، حلم أي إنسان في الدنيا. يعني أنا حلمي كان إن أنا يبقى عندي تأمين صحي علشان لو جرالي حاجة، يعني يا رب عمر ما حد يجيله أي حاجة وحشة، بس إحنا معرضين. فأنا لو جرالي حاجة وحشة وعندي تأمين صحي هيبقى عندي تأمين جوه كمان نفسي. لكن لو ما عنديش ده ممكن أتفزع، ممكن أتجنن. ولو واحدة ابنها أو بنتها، شوف انت يبقى الحال ازاي. ففي يعني الحياه الكريمه ليها كذا عنصر. الطرق اللي بتتعمل في بلدنا النهارده، الطرق دي هي شرايين الحياه بالنسبه لينا. يعني انا النهارده بدل ما اقف في شارع طوله 100 متر ولا 200 متر ساعه ولا ساعه ونص، لا انا بمشي الطريق. وعلى فكره ناس كتير جدا جدا من اللي كانت وقع تحت تأثير المشوهين اللي ايه يعمل لنا طرق ليه ما ناكل، النهارده بيشكروا وفرحانين بالطرق دي لان بقت بتسهل لهم حياتهم وتسهل لهم الانتقال. لا وبشكل عام يا استاذه فريده الطرق بتدخل استثمار، الاستثمار طبعاً بيدخل شغل طبعاً. يعني هي سلسله تعرفي بتدور. انا كمان في حاجه مش فاكره اذا كنت قلتها لك، ان الزحمه بتاعت الطرق اولا بتضيع وقت فظيع، اهدار للوقت. تاني حاجه انه بتبقى العربيات بتطلع عادم، فانت كنت بتعتبري من اوائل العواصم الملوثه، يعني اللي فيها التلوث البيئي فظيعه. يعني النهارده لا، كل ده بيروح. فانت كمان الامراض اللي بتيجي من التلوث هتندثر بقى، هتروح. وخصوصا ان اي حد عنده اي مرض النهارده، يعني شوف انت المستشفيات اللي بتنتشر والنقاط اللي بتبقى في كل حته وفي كل قريه وفي كل مدينه بيبقى في مستشفيات. المستشفيات اللي بتروح للناس اللي مش قادرين يتحركوا او الكبار في السن، دي حاجه يعني حاجه رائعه. بس اهم حاجه فيها الجانب الانساني. نعم. دي بالنسبه لي هي دي اللي هترجع مصر
اللي انا بحبها واللي كنت عايشه فيها في الستينات. واحنا يمكن احنا كشباب يعني لامسين اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده يعني على ارض الواقع بشكل كبير. طيب وانا بتكلم على الشباب عايزه اروح مع حضرتك وانتقل معاك لمحور اخر هو متعلق باولمبياد طوكيو. يمكن حضرتك شفتي انا فرحانه جدا الشباب المصريين جدا. هدايا ملاك رجع ببرونزيه في التايكوندو، عمر عصا رجع ببرونزيه ايضا في التنس الطاوله، منتخب مصر الاولمبي بيقدم يعني يمكن نقول رسومات فنية في الكورة، ومنتخب مصر كمان لكرة اليد. الرسائل اللي بيرسلها الشباب المصري من طوكيو تحديدا أستاذة فريدة حضرتك شايفاها ازاي؟ أنا شايفاها كانت نقصانة. أنت عارفة احنا كنا انغلقنا على نفسنا قوي كده، وبدينا يعني عندنا اهتمامات ما أنزل الله بها من سلطان، احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي مش عارفة ايه يعني حاجات كده من الدعاء، او هم يعني بيقولوا على نفسهم دعاء، اللي شوهوا العقليه المصريه. النهارده المصري لما بيطلع، انا النهارده وانا بتفرج على حتت من طوكيو وشايفه الشباب بتاعنا وعلى التيشيرت بتاعه اللي على بتاع مصر. كلمه مصر ايجيبت، ايه ده؟ ما انت ده كل ده الناس بتشوفه، ده العالم كله بيشوفه. فانت لما العالم كله يشوف المواهب بتاعه ابنائك، ولما اللي هنا يشوفوا ان دول قد ايه بيتكرموا وقد ايه الناس بتفرحانه بيهم وبيحققوا انجازات، بالظبط كده، وبيحققوا انجازات وبياخدوا وضع يعني مهم يعني، فطبعا ده هيبقى حافز لبقيه الشباب انه يبقى عنده اهتمامات غير انه يفكر بس ده يموت ده ازاي، يقتل ده ازاي، يعمل ايه، يشوف ده بيفكر انت مالك. لا هو بشكل عام الشباب المصري والشابات المصريات بقوا اكتر أوي. وعي وادراك وكمان في كمان عوامل مساعده. الموضوع ما مش ما كانش منحصر بس في تنميه وبناء، لا احنا كنا بنهتم بجيل، يمكن حضرتك كمان اتكلمنا في المحور ده في اكتر من حلقه كتير. طيب أوي. خليني انتقل مع حضرتك لمحور اخر متعلق بتونس. يمكن تونس هي الشغل الشاغل للعالم كله دلوقتي، شايفه ما يحدث في تونس والقرارات اللي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد هتروح لفين؟ شوفي الجماعه بتوع النهضه اللي هو دايما يقولوا اسماء لا تنطبق على الواقع بتاعهم، يعني بقالهم 10 سنين بيحكموا هم، وفي العشر سنين دول يعني مش سابوا يعني حتى ما سابوش تونس كما هي، بالعكس نزلوها وصلوها للحضيض، وصلوها النهاردة عندنا في القناة المراسة بتاعتنا في درة مختار درة بتتكلم عن جائحة الكورونا والكوارث اللي بتهدد بيها تونس، ومفيش أكسجين، حتى الأكسجين عشان الناس يعني تقدر تتنفس وما تموتش مش موجود. كل واحد في دول بيبقى تخن كده وعامل لي مش عارف ايه وقاعد متربص بينا، وبيعتبر ان هو يعني هو اللي فاهم كل حاجه وهو اللي ربنا اصطفاه عشان يعذبنا يعني، فما بيفكروش بقى. انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا الوقت واحنا بنتفرج على المشهد اللي شفناه بتاع اذاعه صوت العرب الجميلة اللي كان زي ما قلنا قبل كده، كان الناس تروح تقول له عايز راديو بيجيب صوت العرب. شفت انا جمال عبد الناصر في وسط الناس؟ مفيش، لا في حراسة ولا في. فالغنوشي ده كذاب لما يقول انه الشعب معاه، الشعب لو معاه كان نزل. هو بيقول ان في 500,000 تونسي هيروحوا ايطاليا ويروحوا بتاع، بيهددهم بالارهابيين يعني. طب اولا انت ليه خليتهم بقوا في الوضع ده؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه، ال 500,000 دول ما نزلوش يدافعوا عن اللي انت بتعمله ليه؟ يعني طلع ان هم واخدين 4 مليار وشويه دولار، مليار، المليار 1000 مليون. يعني شوفي بقى دول واخدين قد ايه فلوس علشان يوصلوا الناس لكده. وبعدين عايز بقى بعد كده زي الجماعه لما كانوا هنا، كان ما عندناش كهرباء، ما عندناش بنزين، ما عندناش مش عيش، كنا بنقف على الخبز طوابيره بالضرب. طيب أستاذ، كل ده عايزين بعد كده ان احنا نصلي نقول يا رب خليهم لينا. لا، الشعب التونسي خلص فصيل ما بيفكرش الا
في انه يخدم اللي بيحركوه وبيدفعوا له المليارات. طيب القرارات وفتح تحقيقات زي ما حضرتك دي احسن حاجه. في يمكن المشهد في تونس بيتحرك بسرعه وواضح ان هناك تحيز من الرئيس التونسي قيس سعيد للشعب التونسي. البناء على هذه الخطوات يا استاذه فريده شايفاها هيكون ازاي في الايام القادمه؟ انا شايفه ان ده الطريق الوحيد اللي كان ممكن تونس تتخلص فيه من الكارثه اللي هي فيها. بس هم بقى النهارده هيتجننوا لان هم عارفين انهم حراميه وعارفين انهم مرتشين وعارفين ان عندهم مليارات فمش عايزين. يقول لك لا الديمقراطيه، انه ديمقراطيه دي؟ هي الديمقراطيه انك انت تنعم بمليارات والشعب التونسي يبقى مش قادر يتعالج ومش قادر ياكل ومش قادر يعيش؟ يعني لا، يعني شوفي انت فرحه التوانسه وقد ايه نازلين في الشوارع والكميه اللي نزلوا. طب فين انتوا بتقولوا ان انتوا الشرعيه وانتوا الديمقراطيه؟ ديمقراطيه ايه دي؟ ما انا بقول يعني لما الراجل بتاع البرلمان لما ضرب عبير موسي يعني ما حدش اتكلم في الغرب، ما حدش قال كلمه يعني. ففي انما النهارده كل اللي بيكرهوا التحرر والكرامه الوطنيه والبناء الوطني لتونس دي على فكره شوفي انت يعني قبل كده كانت ايه؟ دي حقيقه. اقتصاد تونس يمكن في 2010 احنا كنا بنتكلم عن اكثر اقتصاد متنوع واكثر اقتصاد عربي فيه انتعاش بشكل كبير. لا كانوا هايلين وهم شعب جميل وشعب متحضر وتحرروا. هو يمكن شعب طلب بحريه والرئيس قيس سعيد موجود داعم لمطالب قيس سعيد كله بيتكلم قانوني دلوقتي. صحيح. لأن هم اتجننوا، هم كانوا عارفين إن الرئيس قيس سعيد هيوصل إن هم يعني هيقول لهم تعال قولوا يعني قول لنا في جيبك قد إيه؟ طبعًا جيبهم ما يستحملش ده كله فالشويلة تلاقيها قد كده. يعني على كل حقيقة أستاذة فريدة هو المشهد التونسي بيشهد كل يوم تطوراته، أكيد في حلقة الأسبوع الجاي هيكون لنا قراءة برضه في التطورات إن شاء الله اللي بيشهدها المشهد التونسي. على كل حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر النائبة والكاتبة الصحفية أستاذة فريدة شوبيشي، دايمًا في الحقيقة بستمتع بحواري مع حضرتك. شكرًا. مشاهدينا الكرام هنخرج لفاصل قصير ونعود من بعد لاستكمال هذه الحلقة.